خلينا نروح دلوقتي نعرف أماكن مختلفة وأحوال المرور في أماكن مختلفة من مصر. هنبتدي على طول جولتنا مع بعض زي ما احنا متعودين من محافظة القاهرة ونشوف مع بعض كوبري أكتوبر. احنا شايفين قدامنا كوبري أكتوبر، احنا شايفين كثافات مرورية بسيطة جدا مش مؤثرة على معدل الحركة. لو مشينا كده على كوبري أكتوبر وتابعنا لغاية ما بنوصل لرمسيس هنلاقي فيه سيولة مرورية، لو بصينا عند نزلة غمرة مش هنلاقي فيه أي مشاكل، هتكمل معنا السيولة المرورية لغاية نهاية كوبري أكتوبر. شارع رمسيس احنا شايفين في كثافات بسيطة مش مؤثرة أبدا في امتداد الشارع، هتكمل معنا السيولة دي لغاية طريق النصر. لو بصينا عند كوبري 15 مايو احنا شايفين في اتجاه المهندسين بعض الكثافات المرورية، واحنا عارفين ان دي بتكون ناتجة عن بعض التحويلات اللي موجودة علشان اعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع احمد عرابي. لكن الاتجاه الثاني للي جاي من ميدان لبنان في سيولة مرورية وما عندناش اي مشاكل في هذه المنطقة برضه. لو بصينا بقى من عند نزلة كوبري أكتوبر احنا شايفين سيولة مرورية لغاية الزاوية الحمراء، وهنا عندنا بعض الكثافات عند منطقة الويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية. لو طلعنا عند الأوتوستراد هنلاقي سيولة مرورية نسبية هتقل بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، أما مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم احنا عارفين ومتعودين بأن فترة انه مغلق بسبب الأعمال الإنشائية. خلينا نروح الجيزة مع بعض ونشوف أحوال شوارع الجيزة. شارع الهرم اللي احنا عارفين انه اكيد هيكون فيه كثافات مرورية، بالفعل احنا شايفين كثافات مرورية في الشارع في الاتجاهين، المسافة اللي بتوصل ل 500 متر المغلقة اللي احنا عارفين مكانها بسبب انشاء خط مترو الرابع، الكثافات هتزيد مع ساعات الذروة. وكمان لو بصينا على باقي شارع الهرم احنا عارفين برضو ان هيبقى فيه تباطؤ في حركة السيارات، وده بسبب الغلق الطريق اللي افتقطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. هنلاقي كمان عندنا هنا كثافات بتظهر في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين ولغاية الطلبية، وكثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدنية. لو بصينا هنا عند شارع فيصل في كثافات مرورية كبيرة هتبتدي من محطة المريوطية وهتكمل معانا لغاية كوبري فيصل، وكمان هنلاقي كثافات تانية عند شارع السودان اللي بيوصلنا لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة، وهنكمل فيه لغاية مناطق بولاق وإمبابة، كل ده هيبقى فيه كثافات مرورية. ولو بصينا على محور صفط اللبن هنلاقي فيه الكثافات المرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة بطبيعة الحال بسبب وجود الامتحانات. كمان ناخد بالنا ان في غلق في الطريق الدائري للي جاي من اكتوبر، والاتجاه الاجباري هيكون لنفق حازم حسن، منه هنتجه لمحور 26 يوليو او لرود الفرج، وعندنا ميدان سفنكس برضو تم فتحه تجريبيا للمتجه لشارع احمد عرابي. لكن عمليات توسعه كوبري 15 مايو هتبقى لسه مستمره وهتسبب بعض الكثافات المروريه. خلينا بقى نتحول لمحافظة الإسكندرية ونشوف داخل المدينة إيه الوضع. احنا شايفين داخل المدينة كثافات بسيطة موجودة عند شارع خالد ابن الوديد من منطقة ميامي، وكمان هنلاقي كثافات تانية في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. لو بصينا بقى عند الشوارع الجانبية هنلاقي سيولة مرورية نسبية، وده اللي بننصح بيه ان احنا ناخد الشوارع الجانبية. لكن لو بصينا عند شارع جمال عبد الناصر هنلاقي كثافات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب، برضو لو بصينا عند شارع عبد السلام عارف هنلاقي كثافات مرورية لكن الكثافات دي متحركة وغير مؤثرة. خلينا بقى نروح لأسوان اللي اجمع الناس ان هم عايزين يروحوها النهاردة سواء كان هدير او مصطفى. عندنا مدينة أسوان بنتابع فيها الحالة المرورية، وشارع السادات لغاية ما بنوصل المسلة احنا شايفين فيه سيولة مرورية ما فيهوش أي مشاكل، وهنلاحظ بعض الكثافات البسيطة لغاية ما بنوصل لمحطة القطار اللي الطريق ليها أكيد هيكون بيشهد بعض الكثافات المرورية. كمان لو بصينا عند شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي هنلاقي بعض الكثافات المرورية. إجمالا احنا ما عندناش حاجة غير معتادة هذا اليوم، الطريق كله كويس جدا إن شاء الله، وإن شاء الله يكمل معانا لآخر اليوم بهذه السيولة. خلينا على طول نرجع لهدير ومصطفى ونقول لهم صباح الخير. صباح الخير، اتفضل. شكرا ليك يا بنت.